أيها اليمنيون، أيها العرب، أيها المسلمون، يا كل من الإنسان من ذوي الضمائر الحية، دعوا كل قضاياكم وحقوق الإنسان والمظلومين في كل مكان. هذه أم القضايا وأم النكبات. أمامكم والله أعظم نكبة لشعب مظلوم في تاريخ البشرية. أمامكم والله أعظم قضية لانتهاك حقوق الإنسان في تاريخ البشرية. جماعة الحوثي الإرهابية الأوبامية الخامنئية تختطف وتستعبد شعبا لا تنتمي إليه، ومن ضمن فضائعها أنها تقيم كل عام مراكز صيفية إرهابية إباحية إجبارية لملايين الأطفال والشباب اليمنيين لتحويلهم إلى إرهابيين قتلة وإلى مجرمين شواذ ومدمني مخدرات. أعليه مهد العرب مطعور الرجولة يؤتمن. يا للعار، يا للعار، أين تذهبون بأطفالكم أيها اليمنيون؟ كيف تلقون بفلذات أكبادكم لكلاب الفرس المسعورة تلك؟ والله إن دفنهم أحياء أهون من تسليمهم لتلك المسوخ الشيطانية الملعونة. ماذا يمكن أن يستفيد أطفال اليمن من تلك القاذورات والعاهات والأورام السرطانية النتنة المشحونة بالخبث والقيح والحقد والصديد؟ إنهم يلقنونهم ثقافة الموت والشرك والإرهاب والعبودية والكراهية، وثقافة المتعة والدياثة، ثقافة الانحلال والرذيلة. أيها اليمني الحر، والله لو انتزع الإرهابي الحوثي روحك أهون من أن ينتزع فلذة كبدك ليعيده إليك عدوا لك، منتهك العرض، مسلوب العقل، مشركا بالله، طاعنا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، يكفرك ويكفر الأمة كلها بلا كرامة ولا عقيدة ولا مروءة، مجرد عبد خميني مجوسي مأفون ملغوم. إن الحوثي وجماعات إيران الأخرى هي سلاح الدمار الشامل الذي أطلق علينا. إنهم يستخدمون السحر والمخدرات والشبو والاغتصاب كأسلحة استراتيجية لتحطيم شعوبنا العربية الموحدة وتحويل شبابها وأطفالها إلى قطعان من المدمنين الشاذين القتلة الذين لا يعقلون. حدثني من كان بينهم واطلع على ما يدور في تلك المراكز عن فضائع وشنائع من الانتهاكات والاستغلال لأولئك الأطفال تهتز لها الجبال، وهذا غيض من فيض مجاري قم وجرائمهم بحق شعب يتعرض لحرب إبادة شاملة وسلب لكافة وأبسط حقوقه الإنسانية. أيها اليمني الحر، مما تخاف؟ ومما نخاف إن عشنا عبيدا لدى زعران قم؟ فالموت أحلى، لقد متنا بهم قهرا وجوعا وإرهابا وأمراضا وجهلا. لا تبع عقيدتك وكرامتك وتسلم أطفالك لأولئك الأنجاس مهما كان الثمن. والله إن هؤلاء هم ألد أعداء الله والإنسانية والحياة، والموت على أيديهم لهو الفوز العظيم، وكلنا نتمناه ومستعدون له. وقد قلت: ثأرنا والله آت يقذف البحر بمهمه، وأرى في كل ظفر شحم حوثي ولحمه، نحن أحرارا خلقنا لم نعش من أجل لقمة، وختاما لا حيينا إن رضينا حكم رمة، لعن الله حياة ساد فيها عبد شمه.